أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله بعض الأمراض المعدية للجزء الأول. السعال الديكي اللي هو بنكف، اللي هو برضه من الأمراض المعدية، مرض التهاب المعدي معدي أسف، سبب بكتيريا يصيب الفم والأذن والملعوم ويشبه الزكام في أعراض في البداية. السعال الديكي يعني بيشبه السعال الجاف، يستمر إلى أسابيع أو أشهر، يسمى مرض برتصص. اللي ينتقل هذا المرض من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الخارج من فم وأنف المصاب. الأعراض يعني تظهر كأي التهاب رئوي، التهاب على الجهاز التنفسي، اللي هي العطس والرشح واحتقان في الزور في الحلق. يشتد السعال في مراحل متقدمة، المرض يستمر لأسابيع. اللي هو برضه السعال الديكي مضاعفاته، التهاب في الرئتين ممكن يصير، الأذن المتوسطة، التهاب في الأذن المتوسطة، اضطراب في النوم، اضطرابات في النوم وفقدان الوعي، تشنجات، جفاف، ومن ثم الوفاة. طبعا إذا تفاقمت، لكن لقيت الناس عندها وعي صحي بتروح على المستشفى أول بأول، مفيش مشاكل. العلاج طبعا مضاد حيوي قوي للمرض، وقاية تطعيم الأطفال من ضمن الأشهر الأولى. طبعا هذا من ضمن الأمراض برضو اللي بتم لها عملية تطعيمات في جدول التطعيمات. جدول التطعيمات اللي هو بنعطى من أول أسبوع أو أسبوعين لغاية 15 أسبوع، 15 شهر اللي هو سنة وثلاث شهور. تطعيم للحصبة وللشلل وللهباتيتس وللتيتانوس وللدفتيريا. الزكام أو الرشح كلنا بنعرفه، كلنا بنرشح في كل سنة في الشتاء بنرشح، وكثير بنشوف ناس مرشحين، اللي هو بيسموه بالإنجليزي الكومون كولد. هو التهاب فيروسي حاد يصيب الجهاز التنفسي العلوي، خاصة الأنف والبلعوم، وهو مرض شديد العدوى. يعني أنت لو عطس واحد جنبك ممكن يعديك في الأسانسير، عطس ممكن يعديك، أو مارق في السيارة أو هانا أو في الصلاة أو كذا ممكن تنعدي وأنت مش داري عن حاجة. طبعا عارفين كلكم أعراض الرشح. يبدأ الرشح في سيلان الأنف، يصير المريض مناخيره بنزل مية، مخط، ويعطس كتير. سبب ذلك إلى خلايا الأنف والجيوب الأنفية تحاول طرد الفيروس وغسله في بعض كميات كبيرة من المخاط والسوائل، خاط السائل. طبعا ممكن المخاط أولها بيبدأ باللون الأبيض، لكن بعد يومين ثلاثة ممكن يصير أصفر، ممكن يصير أخضر، يصير التهاب، ألم في الحلق، سعال، كحة، عطس كثير، صداع، بحة في الصوت، ارتفاع في درجة الحرارة، والعيان يعني برضه يكون يعني يصير معه صعوبة في النوم، في التنفس، يصير عند المريض. الزكام أو الرشح كمان فترة الحضانة من يومين ليوم لخمسة أيام، ممكن أقل حد. العدوى ممكن استنشاق الهواء ملوث بالفيروس المسبب للمرض، تماشي في سيارة، في محل، في دكان، في المسجد، في أسانسير. ممكن واحد عطس فيه وتجيد نشاقة العطس ملوث، أو سعال شخص مصاب لمس يد شخص مصاب بالزكام. كمان استخدام أدوات خاصة بالشخص المصاب أثناء إصابته بالزكام. العلاج طبعا ما فيش احنا علاج شافي، اللي كلها بنعالج الأعراض احنا. لا يوجد علاج شافي للزكام، ليس فيروسي يعني، والمضادات ليس لها دور في العلاج. يعني المضاد الحيوي ما بينفعش لأنه فيروسي. طريقة من يعني الإصابة بالزكام هي المناعة الذاتية، يعني ممكن احنا نشرب يعني سوائل، نشرب فيتامين سي، سكر، ليمون، سوائل دافئة، الراحة في البيت، مسكن للآلام، للصداع. يعني لو في وجع هيك بالحرارة بناخد للحرارة برضو. بنستنشق أبخرة المساعد فتح الأنف والتغلب على الاحتقان، سوائل دافئة بناخد.
في ممكن نقط للأنف، محلول ملحي للأطفال بتساعدهم في النوم، استخدام مضادات حيوية للاحتقان، يعني بتقلل الاحتقانات وتقلل الرشح وتقلل كذا، زي في أدوية كثيرة موجودة زي الهستامين والكونجستال والبرافلو، ممكن حبوب ممكن على شكل قطرات، يعني ما تستخدمش برضه بكثرة عشان في هذا نوع من المسكنات منع للمضاعفات. الإكثار من شرب السوائل وخاصة الدافئ، ممكن ينسون ببونج شاي، يعني برضو كل المية العادية نشربها دافئة مش ساقعة، نشرب سكر ليمون فيتامين سي، إن الإسكان مدخن يوقف التدخين، نغسل الأيدي بشكل متكرر. يعني التهاب اللوزتين برضو معظمنا أصابوا لوزتين، وفي ناس بقيموا اللوزتين مع كثر الالتهابات اللي بالإنجليزي التونسيلايتس. اللوزتين اللي هي ربنا خلقها يعني آدم، يعني مفيدة للجسم برضو، هي عقد لمفاوية تقع على أعلى الحلق في القسم الخلفي من الفم، ونقدر نشوف لو قلنا المرض يفتح أمك هيك على الآخر ونشوفها بضوء أو نقول العيان نقول آه، يعني هذه بتساعد في الحالة الطبيعية في تصفية الجراثيم والعصيات الأخرى، منع دخولها للجسم وإحداث المرض، يعني زي خط دفاع برضو للجسم ضد الالتهابات والأمراض والجراثيم. ولهذا تتعرض اللوزتين للالتهاب المتكرر عند الأطفال كتير، تلاقي الطفل بيجيله كل شهر مرة أو مرتين. ليش؟ الأطفال بيستخدموش الهيجين أكثر، وفي أطفال بيضطروا أهاليهم يقوموا لهم اللوز عشان بخافوا المضاعفات في الجنبانجية بتاع الجسم، بتعمل في القلب وبتعمل في الروماتيزم. العلامات والأعراض بتلاقي فيه احتقانات، لو قلت للفحصت المريض بتلاقي فيه اللوزتين محمرات واحتقانات، ممكن مسكرات مجرى التنفس. ضخامة اللوزتين قد تكون أحيانا شديدة جدا. احمرار اللوزتين مع وجود بقع بيضاء قيحية عليهما، ممكن تلاقي احمرار، ممكن تلاقيها مقيحة، يعني في نقط، هذه نقط بيضاء، هذه عبارة عن تجمع بس سيلز، يعني خلايا صديدية. في بعض الناس بتصير عندهم زي خراج تونسيلر ابسس، يعني بيكحتوه بنظفوه، في ناس بترميهم الفراش يعني بيقدروا ياكلوا ولا يشربوا. ضخامة الغدد الليمفاوية الرقبية مع الألم عند الجس، يعني لو عملنا الغدد الخارجية للرقبة السيرفايكال ليمف نودز بنلاقيها اللي هي متضخمة. في التشخيص بسهولة، يعني نفتح تم المريض باستخدام خافض اللسان ونقول العيان يقول تلاقي بتظهر أكتر اللوزتين، مع نشوف في الضوء متضخمات، في احمرار وفيها بقع بيضاء قيحية أحيانا، وقد نجد احمرار في البلعوم. يعني سهلة، حتى الناس الواعية بيقول لك والله كان اللوز نازلة. ليش؟ تلاقيه بيشعر باحتقان، بيشعر صعوبة شوية في البلع وسخونة وهيك، يعني ضعف. فالناس اللي متعودة بيعرف إنه صار عنده التهاب. الأعراض: ألم في الفم والحنجرة وصعوبة في البلع، حرارة يعني متوسطة لدرجة ترتفع، ممكن تشتد في معظم الأحيان إذا صارت فيها صديدية بكتيرية وقع، ممكن اللي هي يعني تصير المريض حرارته كتير. ألم في البطن قد يؤدي إلى تقيؤ. ألم في المفاصل، راحة تم المريض تلاقيها كريهة نفسه. تشخيص بالفحص العادي الكلينيكي، ممكن ناخذ مسحة من البلعوم، يعني نعملها زراعة نشوف نوع البكتيريا، ممكن كمان نعمل فحص دم نشوف ارتفاع خلايا الدم البيضاء. المضاعفات يعني ممكن تعمل خراج، التهاب امتداد اللوز حول الالتهاب حول المنطقة اللي تشكل ما يسمى باللوزة، خراج اللوزة بسموه تونسيلر ابسس. كمان الجفاف عند الطفل، يعني عشان ما يقدرش يبلع ولا يشرب ولا يشرب، تقل كمية السوائل الداخلة. ممكن ضيق أو انسداد في المجرى التنفسي يحدث،
من خطر المضاعفات تبعت الحمى الشوكية اللي هي ممكن تعمل مشاكل في القلب، ممكن تعمل حاجة بيسموها الروماتيك فيفر اللي هي الحمى الروماتيزمية، التهاب الكبد والكلى، كمان ممكن تعمل مضاعفات في صمامات القلب اللي تعمل يعني تعمل في الصمامات بتاعة القلب، ممكن تعمل التهاب. العلاج إعطاء مضاد حيوي لمدة 10 أيام، نتخلص من الجراثيم العقدية في البلعوم واللوزتين، بنعطي حاجات مخفضة للحرارة، أكمول أو أسبرين أو كمادات، الغرغرة بالماء الدافئ والملح، يعني ممكن برضو عشان نوع من التعقيم والتنظيف، إعطاء سوائل دافئة بكثرة، والراحة التامة، يعني المريض برضو ما يكابرش ولا يقاوم. استئصال اللوزتين يعني بنسميه، بنقول احنا التنسيلوكتم اسم العملية، تنسيلوكتم. يعني استئصال اللوزتين اللي هو يعني الدواعي الفعالية الإصابة قليلة، وكثير ما يتضمر لها من التهاب اللوزتين المتكرر دائما لها، الولد دائما كل شهر تجي اللوز مرتين، ويعني بياخدوا بنسوا إنه هذول اللوزتين ربنا خلقهم مش عبثا، يعني هذول يعني بالتهاب نتيجة إنه إحنا بتقاوم على الجسم. لكن نلجأ للاستئصال في الحالات التالية: الانسداد الفموي وصعوبة في البلع المستمرة، يعني إذا العيان دائما متضايق وصعوبة في البلع وضخامة اللوزتين الشديدة، يتكون خراج حول اللوزة المتكرر، التهاب العقد الليمفاوية، القيح المتكرر، الشك بوجود ورم في اللوزتين خاصة عند ضخامة لوزة واحدة فقط أو حدوث ضخامة بشكل سريع. كمان ممكن برضو لمنع حدوث اللي هو المضاعفات زي الروماتيزم ولا الحاجات هذه، تخلص الطفل دائما بغيب عن المدرسة لوزه ملتهبة، وأمور هذه كلها برضو دواعي. التهاب الحنجرة اللارنجايتس، يعني هو التهاب الغشاء المخاطي المبطل للحنجرة، يعني ويؤثر في الصوت والتنفس، يعني تلاقي الصوت خشن صار، ممكن في بح في الصوت، ممكن في ضيق في التنفس كمان، ولو سكر الغشاء وسكر ولسان المزمار ممكن المريض يعني نخنق. يعني أكثر الناس إصابة بالتهاب الحنجرة يعني استخدموا الأصوات بشكل كثير، يعني اللي مغنيين، المدرسين، التهاب في عضلات الحنجرة، الناس اللي بتبيع وبتزعق دايما وبتستخدم الصوت تبعها برضه، وهذول ناس يعني ممكن كمان الممثلين المسرح اللي بيعملوهم في الأوبرا. أسباب التهاب الحنجرة: تعب أو إرهاق في الأحبال الصوتية تهيجا أو من أي مهم، مثلا من الغبار أو من الدخان أو من الالتهابات أو السوائل الحارة، ممكن يحدث إما عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، غالبا ما يصاحب نزلات البرد دائما بيجي، يعني هذا التهاب يعني كمان مصاحب مع الإنفلونزا ونزلات البرد والإنفلونزا، بتلاقي دائما يعني صوته بيختلف، صوته كذا، من ضمن الاحتقانات كردة فعل بتصير. الأعراض اللي شو بتصير عندنا: ألم في الحلق، تلاقي العيان بحس وجع في زوره، ارتفاع في الحرارة، سعال جاف ومؤلم، كح العيان، كح لكن جاف وحاد، يقول لك زور صدر انبح أو صدر كذا، عضلاتي كذا. يصعب على المريض الكلام، يعني تلاقيه مش قادر يحكي أو بأشر بالإشارة في بعض الأحيان، أو صوته مكحوح على الآخر، أو ممكن صوته يروح. صعوبة في التنفس نتيجة تورم الحنجرة ولسان المزمار، ممكن يصيبه تنفس صعب كثير. العلاج: مضادات حيوية، سوائل دافية، أدوية عشبية مثلا زي الزنجبيل والفيروسون الأبيض والبابونج والحاجات اللي زي هذه، والتبخير عنها، هذه كلها ممكن تساعد المريض. الجرب اللي هو السكيبز برضه هذا مرض معدي وكان موجود كتير زمان، لكن مع النظافة لقيت والوعي الصحي والطب للناس والوعي اللي على طول بروح على المستشفى،
يخف المرض، لكن هو مرض موجود، مرض يتميز بمرحكة شديدة جدا تسببها مجموعة من الطفيليات، ممكن يصيب جميع الأشخاص وجميع الأعمار وفي بيئات سكانية مختلفة. كما أن الأشخاص الذين يحافظون على نظراتهم الشخصية برضو معرضون، هم أيضا للإصابة بفترة الحضانة من 4 ل 6 أسابيع. أعراض الجرب يعني واضح، الحكة اللي دائما تلاقيه بحط اللي بيخرج في ايده في بطنه في ظهره في اباطه في رجليه، وهو العرض الرئيسي والمميز لهذا المرض. يعني احنا دائما نقول مالك بتحك طابب فيك الجرب، يعني هيك من ضمن المزاح الناس بتحكي مع بعض. الجرب يعني بتميز في حبوب صغيرة ذات يعني لون أحمر وتكون ملتهبة، خاصة لما تكون مواجدة على جلد المصاب فإنها تشعر برغبة في الحك، يعني دائما بحك فيها دائما بيهرش فيها الحك الشديد. وتنتشر هذه الحبوب في أغلب جسم المصاب بها، وتكثر بشخص خاص حول منطقة السرة. الجرب برضو يعني كمان قلنا منطقة السرة بين أصابع اليدين تلاقي حكة كتير، وعادة ما تزيد في وقت المساء وتظهر على الإصابة بالجرب عند الأطفال كبار السن بشكل أكثر حدة. ممكن الأطفال تسيبهم آثار جانبية من سطح الجلد إذا كان للمرة الأولى، عليه أعراض في الغالب بعد أيام قليلة من الإصابة. الجحور وهي أماكن تستقر فيها العثة يعني اللي بتسبب المرض، وتظهر على شكل خطوط غامقة على الجلد بطول 2 ل 10 ملي، تتواجد في مناطق الجلد الزائد مثل الجلد ما بين الأصابع وباطن المرفق يعني في الرسوخ تحت الأباط. في بدء الحكة تلاقي فيه زي الخطوط تبين فيه. الطفح الجلدي يظهر عادة بعد بدء الحكة بقليل، يكون على شكل بقع منتفخة حمراء اللون زي هيك يعني شرية نقول عنها، وارتفع يعني عن سطح الجلد يعني حمراء هيك بقع. ويظهر الطفح الجلدي في أي جزء من جسم الإنسان، ويكون أكثر في البطنين في البطن الفخذ وعلى البطن، يعني تلاقي بحك كتير المريض وبين عليه. العلاج طبعا ممكن يعطي دهون للجسم كله بالإضافة لغسل الملابس المريض تحت درجة عالية وكويها بعد استعمال كل غسل، يعني نكويها كمان عشان زيادة التعقيم. زي ما نقول الغسيل مش في الغسل، بنغليه غلي، نحط الغسيل بمية وبتغلي وننقعه وأدوية. العوامل تؤدي لإصابة الجرب، طفيليات الجرب تصيب البشر وغير البشر مثل القطط والكلاب والأرانب والجمال وغيرها من الحيوانات. تنتقل هذه الطفيليات من المريض إلى الشخص السليم من خلال الالتصاق أو المباشرة أو المصافحة أو الحضن، استخدام الأدوات الملوثة لشخص مصاب كمان زي البشكير والمنشفة والأغطية والملابس والمحارم وغيرها، معالق صحون الأغراض. كما ينتشر الجرب في أماكن التجمعات العامة مثل المدارس الأسواق وغيرها، في الأماكن المزدحمة في الاقتراب والتواصل الحميم يعتبر طريقة جيدة للعودة وانتقال هذه الطفيليات لغيرها. يعني لو طفل ممكن يعدل في الصف أو اللي في السوق اللي بيتعامل مع الناس بيحتاج فيهم أكتر. هذه يعني تكملة لبعض الأمراض المعدية، وهنا نكون إحنا هنا جزء من الأمراض المعدية. السلام عليكم.